السلام عليكم، معكم النورس. هاد الحلقة تتعطش، وهاد الحلقة تجيب شوية ديال الغديد والأعصاب لأن ما مفهومش شنو طاري بالضبط. قبل ما نبدأ بغيت نقول أن هاد الحلقة راه ما بغيت نسب تحد، ما بغيت نعاير لتزيريين، ما بغيت نقصد لهم في الأداء، ما بغينا نحشيهم الهضرة، ماشي قلت نفس مني المغربي كمغربي، ولكن أنا تنعزهم كشعب ما داروا لي والو. سياسياً مع السياسيين كينا شد لي نقطع لك، ولكن في نفس الوقت السياسي الجزائري ناسي بل يعيقه. فهنا ما تنهضروش على شعوب، وهذه النقطة ندوي عليها في قلب الحلقة، تنهضروا على سياسات. نخليكم مع هذا الفيديو. في افتتاح ديال كأس ديال الشان اللي جرى بالجزائر، فكان الجمهور هنا تيغوت وتيقول مروكي حيوان، حيت هما ما تعيطوناش مغاربة، تعيطونا المروك نسبة إلى ماروك، و تيقولوا أنه مروكي حيوان، عطيلو البنان عطيلو البنان. علاش خرجوا هاد السلوغون؟ على أساس أن أن المغاربة في الريزو سوسيو كانوا تيسبوا الجزائريين بالمونك ديال 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 البنان، النقص ديال البنان. وانا عمر ما عمري فهمته في الويب المغربي علاش كانت عير شعب على ود نقص واحد الماده ما كايناش اللي كاينه عندكم ما كايناش عنده. وهذا امر غريب شي شويه من المغاربه. على العموم منذ تولي السيد الرئيس عبد المجيد تبون الرئاسه، و ولاحظت واحد الامر غريب، هو انه الاعلام الجزائري تهضر بواحد الطريقه غريبه على المغرب، ياك؟ فاحنا مثلا على المستوى السياسي العالم اللي تنخاطبوا الجزائريين تنقول جارة الجزائر، او لا جيراننا الجزائر، ولا الجزائريون، او الجزائريين. فلاحظنا انهم الناس على مستوى مستوى الرئاسه تقول لك جايه طائره من بلاد اللي حدانا، او لا من بلاد من هنايا. وتلاحظوا تتمركز العسكر والجينيرو اللي تنعيطوا لهم حنا الكابرانات، ما هذوك ما تنظنش غير كابرانات تنظن، فاتوا هما حاضرين بقوه. وهنايا بدينا تنهضروا على واحد الظاهره تتسمى البروباغندا. البروباغندا هو مصطلح قديم، لقلبتي في ويكيبيديا وقلبتي في بزاف المصادر تلقى انه قديما تستخدم للدين، ياك؟ ولأننا حنا ما غندخلوش في علم مصطلح ولا شخرج ولا كذا. فتم الاستعمال ديالو بكثرة في الحرب العالمية الأولى من طرف الولايات المتحدة، الحرب العالمية الثانية من طرف إنجلزا البريطانيين باش يشحدوا الجيوش الأمريكية ضد الألمان، ومن طرف الألمان، ومن طرف السوفيات. وهنا بدأت تخدم أن الإعلام تيخدم لصالح جهة معينة. والبروباغندا على العموم هي أن واحد الجهة معينة تدوي على واحد الموضوع من وجهة نظر واحدة باش خدم المصالح ديال الشخصية. ونعطيكم مثال، فمثلا الشيوخ ملي تبداو يدويو معاكم تقولوا لكم نتوما دابا الرسول صلى الله عليه وسلم غيشفع عليكم غدا يوم القيامة، وانتم راه كتب خير أمة أخرجت للناس، وخصكم تعتزوا بنفسكم، وخصكم تفرحوا، وخصكم الموضوع بسيط، ما بغيتش نهضر في الدين، ولكن اللي بغيت نقول هو هذا. فأنت ملي تمشي في هذا السياق تكبر فيك النخوة وتقول أنا أحسن إنسان فوق هذه الأرض، ياك؟ ولكن الشيخ راه خصو يكمل الجملة ديالو، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني راه مهم يكمل هدرته باش ما تبانش بروباغندا، باش يجي أن الموضوع من منظور عام وليس من منظور الجهة الوحيدة. فإتلاغ من اللي نادى في الحرب العالمية الثانية قبل ما ينوض لها، والقصة معروفة، أنه كان عنده كره كبير لليهود، وشحد الرأي العام بالبروباغندا ضد اليهود، فنادوا مجازر كبيرة. وهاد المجازر اللي دارهم هتلر ضد اليهود تخلص العالم كامل الثمن ديالها. فدابا في أي يهودي تتهضر معاه تيجبد لك النقطة هي ديال شوها
ديال الافران فين تحرقوا ميموار دو لا شوها. فإتلاغ باش يشحد الشعب ديالو دار ما تنسميه بالبروباغاندا، ان هاد الناس هما اللي شادين الاعلام، هادو هما اللي خربوا الراي ديالنا، هما اللي شادين البنوك، هما اللي شادين بزاف ديال الحوايج. روسيا او الاتحاد السوفيتي سابقا باش يسوق الماركسيه دار توا بروباغاندا بان الراسماليه ما تتعطيش حق لجميع الناس سواسيه، وان الشيوعيه الماركسيه جات باش تكسر الحواجز بين الطبقات، او لا تنعيطوا لها تتكسر الطبقيه. وفعلا نجحت في هذه القضيه، وتا إتلاغ نجح في هذه القضيه، فالشعوب توهمات بان راه داك السيد عنده الصح، ولينين عنده الصح، وستالين عنده الصح. وصراحه حتى الراسماليه ما خلاتش من جهدها، تا هي خدامه. فلاحظنا مثلا خدينا غير لتر مؤخرا ما بين روسيا او اوكرانيا، فتبارك الله راه امريكان وفرنسا والاوروب حلف الناتو كل شيء تيدخل في ذاك الصراع، وتقول باللي تحت اسم مسمى الإنسانية باللي بوتين راه تيهجم على أوكرانيين وتصفيهم وحنا خصنا نعتقهم ونصيفطوا السلاح. فهي اللي جيتي تشوف الأول والآخر ما هي إلا رغبة في التوسع كبيرة اللي كاينة في العالم، وهذه رغبة قديمة جدا ما عندهاش علاقة بدابة. رجعوا للجزائريين، الجزائريين شدوا الإعلام ياك وشحدوه، شحدوه بواحد الطريقة على أساس أن المغرب تكره الجزائريين ياك، واستدلوا بحرب الرمال ديال 1963. وشيء آخر غريب اللي تيجينا أنا غريب هو التطبيع مع الإسرائيليين، فتيقول أن المغرب خل الوحدة العربية وخل الفلسطينيين وطبع مع الإسرائيليين. المشكل انه لا كرونولوجي ديال ليستوار ديال اليهود مع المغرب مميزه شويه، ما تتشبهش الجزائريين او التونسيين رغم ان كانوا اليهود في العالم كامل، ولكن اليهود المغاربه بالضبط هما يهود مميزين شي شويه. فاليهوديه كانت ديانه قبل ما يدخل الاسلام، هي الديانه الرسميه ديالها واحد الفتره من تاريخ ديال الامازيغ، وتوطنوا بزاف. راه لقيتي المغرب كله فيه الملالح، الملاح لا في الصويره لا في الرباط لا في الدار البيضاء لا في سلا لا في طنجه، المهم فيما مشيتي تلقى الملاح ديال اليهود، التجار والناس سكنوا معنا وسكننا معاهم. غير هما المشكل اللي الجزائر ولا بزاف الناس ما عارفينش، راه ماشي اليهود اللي سكنوا معنا وحنا سكننا معاهم، المغاربه كانوا الاصل ديالهم الديانه ديالهم يهوديه، فهذوك مغاربه ماشي ناس يهود جاو من اسرائيل وجاو سكنوا معنا وفي الاخر مشاو لاسرائيل ولا شي لعبه، ابدا هذوك كانوا مغاربه. ف وعد بيلفور، ونمر وعد بيلفور من اللي بريطانيا عطات الجزء عطات جزء ديال فلسطين الارض الموعوده للاسرائيليين، نط الحرب باش اسرائيل تسكت دوك اللي جيتها. شكون هما اللي جيتها هنا فنجوصل بالموضوع ديال الحرب ضد المغرب اللي في جهته هما سوريا ومصر ولبنان ياك، والقادة ديالهم كانوا من حزب البعث اللي منهم تصدام. فهاد الناس تكونوا وتعلموا وتتلمدوا عند روسيا. هنايا المد الشيوعي اللي دوينا عليه قبيله الماركسي اللينيني ضد الرأسمالي الليبرالي المتوحش الإمبريالي، وجوج قوى منذ زمن وما تدابز ياك، منذ زمن تنهضر في القرن 1900 لدابا. فهاد الناس تتلبدوا على يد
يد لا روسي الروس الاتحاد السوفيتي، ومنهم النظام اللي دار انقلاب على السلطة في الجزائر اللي تنجو في حرب الرمال 63. فكين الناس تانستالوا وما عسكر وما دي جينيرو بحال النظام في الاتحاد السوفيتي، ماشي النظام البيروقراطي البريطاني أو الفرنسي أو لا، ما يهمناش الأسماء، لربما بريطانيا وفرنسا هما اللي حاكمين العالم الغربي. على العموم فهاد جوج ديال فهاد هاد لي جينيرو هاد الناس عندهم واحد العقليات يمشيو يقراو عند روسيا، وروسيا تتسلح دوك البلدان، سلحت مصر شحال هادي. دابا تنهضروا على العدوان اللي طرا ما بين اسرائيل والبلدان المجاوره، فتتلمدوا تمايا، ومنهم لي جينيرو اللي شادين الحكم دابا. هذوك الناس مشاو قراو تعلموا تمايا. فإسرائيل كانت غلباتهم بطبيعة الحال، وأنا نقول لكم على جبت هذه اللقطة. نط العداوة ما بين دوك الناس ديال ديك ليبوك اللي باقيين عايشين تل دابا، منهم أشخاص وشدي الحكم في الجزائر، وما بين الإسرائيليين. المغرب هنا ما كانش مطبع مع إسرائيل، ولكن في نفس الوقت القيادات العليا في إسرائيل شدينا مغاربة. اليوم من هذا شدينا مغاربة ديال بصح تزادوا وكبروا عائلاتهم، ما تزادوش وكبروا هنايا، مع عائلاتهم تزادوا وكبروا في المغرب، في طالبيضة ولا في تارودانت ولا في أكادير ولا في بزاف ديال المدن ولا في فاس. فالمغرب طبع مع إسرائيل بحكم ها احنا فين جايين. المغرب ما تبعش المعسكر الشرقي لروسيا، تبع المعسكر الغربي الولايات المتحدة الأمريكية. تقول لك هو أول بلد اعترف بالولايات المتحدة كبلد، بينه وبينهم مصلحة متبادلة. فاحنا نقدر نقولوا أننا في المعسكر الغربي، والجزائر أو الجزائر كقيادة في المعسكر الشرقي. هنا يا غيتخلق لنا واحد المشكل، شنا هو؟ وانهيار الاتحاد السوفيتي، إسرائيل شدات بليسة في فلسطين بعد فشل المفاوضات، وما كانوش بغاو يعطيهم نص دقو خداو فلسطين كاملة تقريبا. انهيار الأنظمة العسكرية وتغلغل الرأسمالية واستبدال حكم الجيش، حكم انتخابات الديمقراطية. إلا أن بعض البلدان بقى مصرع لأن يبقى الجيش ولي شدها، بحال مصر ياك، بحال سوريا الصراحة الكارثة اللي طارية فيها، وبحال الجزائر. بلدان أخرى كانت تملصت من هذه القضية، مهد ثلاثة البلدان مثلا العربية بقي شادينهم العسكر. وأمر ما فيش مشكلة عموما، اللي بغي يشد هي تكون راحت ديك البلاد. ولكن بما أن إسرائيل كانت غلبات بزاف ديال قياداتهم، وكما عرفتوا أن جمال عبد الناصر هو القائد العربي الأسمى، بحال تقول ولينين العرب، عند معسكر الشرقي العرب، عند العساكر والجيش اللي تتلمد في المعسكر الشرقي عند رواسة ديال العرب. فجمال عبد الناصر ولينين ديال العرب، فمن بعد الهزائم ديالو بقات حرقة عند قاع التابعين ديالو اللي كانوا مؤمنين بالمبدأ ديالو، منهم بعد الجينيرو اللي كاينين في الجيري. دابا نجيو دابا الحرب ما النزاع الشرقي غربي. روسيا الاتحاد السوفيتي واخا تفكك بقات روسيا قوة عظمى، كما شفتوا دابا ما نهارت ليهمش، واخا يعيو ويسدوا عليها الى اخره، فما ما هبطتش ليهم. فكين هنايا واحد النقطة خص الناس بزاف تفهمها، لاش مصرة الجزائر تساند الجبهة ديال بوليزاريو؟ فتيقولوا الجزائريين ان هذيك ارضنا والى اخره، فتيقولوا ان المغرب بلد توسعي وحقها في الاستقلال، ما خدعناش الى اخره، واحد الهضره مخربقه. لان تقنيه الجزائر والحدود ديالها فتخادت من مورها
فرنسا سلمت الحكم الجزائريين قبل كان العثمانيين. ماشي هو ده موضوعنا ديال الخريطة الجغرافية، يمكن نكون غلط، يمكن نكون شي حوايج ما غايبينش علينا، ولكن كاين معسكرات في الدول الغربية او لا المعسكر الغربي بحال في قنيطرة كان دير لاباز ديال الميريكان، وسنهضروا عن الولايات المتحدة. روسيا دير لاباز في كوبا، ميريكان دير لاباز في كوريا الجنوبية. روسيا راهي كوريا الشمالية، والجزائر بطبيعة الحال تابعة النظام العالمي الشرقي. باش تكون مواجهة في المحيط الأطلسي الميريكان خص شي مسرب ديال الماء في لاباز ديال الجزائر، اللي نقدو نقولوا ان حنا يا لاباز ميريكان هي راه بحال هكا اللي درتي دول حنا بسيطة، ما قدش دوك العمالقة الكبار. فخص شي مسرب ديال الماء فين يداروا السفن وفين تشحد القوات ويطرى لا طرى شي هجوم. لذلك المسرب الوحيد اللي كاين هو تندوف، ياخذوا داك الطرف ويخرجوا به حتى الماء، ولما لا الداخله ولما لا العيون ولما لا ياخذوا داك الطرف كامل. وهذا شويه ديال الجشع انا تيبان ليا، لان الجزائر تبارك الله بلد كبير وكبير بزاف لدرجه ان البترول يخرج من الارض. خلي لكم واحد الفيديو تتشوفوه. اللهم صل على النبي، خيرات الجزائر. ها الله 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 الله. والمغرب ما يمكنلوش يخلي داك، يمكنلوش يخلي المعسكر الغربي عموما، يمكنلوش يخلي من المحيط الاطلسي ديك المنيفد باش يدوزوا له تحطوا تما صواريخ وتحط تكانات وتا الحرب غير نافعه. يعني نط الحرب بيننا وبين الجزائر، واش شكون غيربح؟ ملي شفت التسلح ديال الجزائر فهي فيتنو بزاف، عندها غواصات، عندها ترسانة ديال الطائرات كبيرة، عندها التسلح كبير. ولكن اللي قرأ التاريخ يعرف أن مع مرة كانت الحرب تربح ولا تتخسر بالعدة. فأبسط مثال اللي نقد نقول لكم هو العدوان اللي دارته إسرائيل على سوريا. وديش سوريا ومصر ديك الساعة كان عندهم من أكبر العتاد ديال السلاح في المنطقة، فغلباتهم لأن الحرب هي تعتمد على المخابرات ومكتب الاستعلامات. نخلي لكم هنا واحد لانيم تتشوفوه تقدو تفهموه، وبسيط جدا تقدو تفهموه كيفاش تتطور الأمور عند الإنسان وكيفاش الاستعلام والتواصل هو اللي بدل الحروب وبدل العقليات اللي عندهم على زانيم. المثال الثاني هو في العراق باش كان هجم على الكويت وكان عنده عدد كبير ديال الدبابات وكان تدفن في سرعة البرق في الصحراء كأنه لم يكن، وخا كانوا تيقولوا أنه لها ميريكان في العدوان الأول. أنا سنسمي عدوان على العراق لأنها كانت مهنية، وخا تعدات ولكن خرجت من الكويت غير كانت ضربت الدورة وخرجت، فكانت مجزارة مايا. فكما قلت لكم أن الحرب ما تتربحش ديما بالعدة والعتاد، تتربح حتى في الخطة. يعني شكون حلفاء ديالك ياك في الحرب؟ مثلا الجزائر شكون الحلفاء ديالها إلا مشات هجمات علينا؟ حنا شكون الحلفاء ديالنا؟ وشكون المخططين استراتيجيين اللي عندك اللي تيديروا خطط ديال الحرب؟ المغرب معروف بالمخططين الاستراتيجيين الكبار ديالو، ومنها حرب الرمال ديال 63 اللي انا تنقول انهم كانت تغطيه لبعض الاحداث طرات في الجزائر، من الله اعلم انا ما حضرتش. والجزائر فيها تلب السلاح، دونك هنا واحد الميزان غريب. اللي بغيت نقول في اخر الحلقه، ملي تيشحنوا السياسيين الشعوب على طريق البروباغندا للضد ديالها، يا لوبجيكتيفيزم ولا الموضوعيه، ملي تيشحنوا الشعوب ديالهم وتيكريو بحال اللي دار هتلر ضد اليهود وبحال اللي دار الشيوعيين ضد الملك اللي كان ديك الساعه عندهم، وكانت فروس في سوريا وكانت في مصر وكانت مجازر كبيره، فاللي غيطرى هو غيموتون ناس من الجزائر وناس من المغرب فقط، هادشي اللي غيطرى. فالحرب
ما هي الا جوج ديال الناس تيتقاتلوا على واحد الوهم اللي ما عارفينو شنو هو وتيموت المواطنين في الوسط. انايا كمغربي ما عندي حتى شي مشكل ضد الجزائريين، عندي هموم ديال بلادي، عندي مشاكل في بلادي، اللي بغى يسبني مرحبا، اللي بغى يشكرني مرحبا. انا باش نوض نتعدى صعيب، باش نبقى نشحد الهمم ديال الناس ونقول لهم راه تقاسوا لك شرفك واش ما عندكش النفس وديك الهضره، دو بال نقدروا نشحدوا الهمم باش نبنيو مدارس في بلادنا، نديروا العمل الخير، ننشروا فكر مقاد، نشجعوا بعضياتنا، نزيدوا بالمغرب القدام. ولا طرات الحرب فكما قلت لكم اللي غيمشي ضحيته هو المواطنين، السياسيين غالبا تيهربوا لبرا ولا تيبقاو حيين غالبا، فالشعب اللي تيموت. فكتبوا لي في لي كومونتير شكون اللي غيربح، واش المخططين الاستراتيجيين الخطيرين بحال ارميل ولا العتاد والعده والسلاح. كان معكم نورس والله يصاوب بنات.